مساء الخير مشاهدينا مشاهدي قناة الحياة، برحب بحضراتكم في فقرة جديدة من برنامجكم طبيب الحياة. كلنا عارفين في ستات كتير جدا بيجي لها ألم شديد قوي قوي أثناء الدورة الشهرية، والألم ده بيزيد يوم عن يوم حتى بعد نزول الدورة، ما تبقاش عارفة الألم ده سببه إيه، وأحيانا بتفتكر إن ده شيء طبيعي، لكن للأسف إن ده بيكون سبب لبعض المشاكل الموجودة، وبتكون منها إصابة ببطانة الرحم المهاجرة، وما بتكونش عارفة إيه الحل. فالحل انها تلجا للطبيب لما تلاقي المشاكل دي بدات، في الام شديده، في مشاكل يا احمد ايام الدوره دي بالزبط. كلها المفروض انها تذهب للدكتور. الحقيقه بطانه الرحم المهاجره من المشاكل الرئيسيه اللي بتاثر في تاخر الانجاب وتشكل مشاكل لكثير من السيدات، ويمكن التاخر في اكتشافها وتشخيصها بتزداد المشكله سوء. النهارده هنتكلم بالتفصيل على بطانه الرحم المهاجره، هنتكلم على اعراضها وطرق علاجها، بس اسمحوا لي نرحب بضيفنا الاسم الكبير والقيمه العلميه الكبيره في مجال النساء والتوليد، واحد اعمده الحاد المجهري وعلاج تاخر الانجاب، هو دكتور شريف باشا سيف، استشاري امراض النساء والتوليد واطفال انابيب بانجلترا، وزماله الكليه الملكيه لامراض النساء والتوليد بانجلترا، ورئيس مجلس اداره مراكز سان رايز للخصوبه واطفال انابيب، وعضو الجمعيه الاوروبيه للتناسل وعلم الاجنه، وعضو الجمعيه البريطانيه للخصوبه. انا دكتور شريف، اهلا بيك دكتور. منورنا دكتور. دكتور خلينا نبدا مع حضرتك، وعايزين نوضح لكل المشاهدين ايه هي بطانه الرحم المهاجره واسبابها ايه. تمام. طيب احنا البطانه المهاجره دي او اللي هي الاسم الطبي بتاعها هو الاندوميتريوسيس، احنا بنسميه مرض اللعين، بيقرفنا قوي في العلاج، وفي اللي هو برضو للمريض برضو ان هو مرض مزمن وللاسف ما بيبقاش ليه علاج نهائي. ليه نظريات كتيره قوي سبب مجيئه، وكثره النظريات تعني ان ما فيش واحده منهم مؤكده. تمام. فاحنا مش عايزين نضيع وقت الحلقه نقول اسبابه ايه، ولكن هنقول ايه طرق تشخيصه. تشخيصه تمام. وامتى نشك ان احنا عندنا بطانه مهاجره، وايه تشخيصها وايه علاجها. تمام. البطانه المهاجره هي ان ربنا خالق سبحان الله الرحم في بطانه داخليه. البطانه ديت لو انا عندي اوضه زي الموكيت اللي بيغلف الاوضه من جوه، جدران الاوضه كلها، جدران الاوضه من جوه. ده مع كل دوره الموكيت دوت بيضمر وينزل في سور الدم، دم الدوره كل شهر. تمام. فبينزل الطبيعي ان هو موجود جوه الاوضه، بينزل من باب الاوضه اللي هو عنق الرحم، ينزل على المهبل في صوره الدوره الشهريه. فيبقى احنا مكانه الطبيعي جوه الاوضه، مجلد الاوضه، جدران الاوضه وارضيه الاوضه كلها مغلفه بالمكت ده. تمام. يعني ايه مهاجره؟ يعني مش موجوده في مكان غير مكانها. مكانها داخل الرحم. في الحالات الغير طبيعيه تكون موجوده خارج الرحم. فين؟ في عضله الرحم، في وسط الحيطه بتاعت اللي اسمها ادينوميوزيس، بره على الانابيب قناه فالوب، على الرحم، على الحوض، على المبايض، بتعمل حاجه اسمها تشوكليت سيست، اكياس الشوكولاته، انها بتنزف. في بعض الحالات العنيفه بتكون في القولون وفي الشرج. في ستات كتيره جدا اثناء الدوره الشهريه بتنزف من الشرج، بيفتكروها بواسير الاول. لكن طالما ان ما بتحصلش الدم بينزل غير اثناء الدوره، يبقى دي بطانه مهاجره اصابت الشرج. وهو المرض ده ليه 4 ستيجز، اربع مراحل. مرحله اولى، ثانيه، ثالثه، رابعه، بالترتيب تصاعدي كل ما هي بتزيد. طيب ففي الطبيعي ان لما بينزف الست جوه الرحم وبينزل بره، الدم بنتخلص منه. تمام. لكن لما بينزف جوه البطن داخلي بقى، داخلي، فهذا الدم بيتجمع، يعمل في المبيض مادة زي الشوكولاتة، زي النوتيلا، ساحة الدم القديم. فبالتالي هذه المادة بتعمل التهابات وتعمل التصاقات. فالتصاقات تلزق قناة فالوب، تسد قناة فالوب، تعمل تضخم في المبايض. وحتى لو ما سدتش قناة فالوب، هذه البطانة المهاجرة بتفرز مواد كيميائية بتمنع الحيوان المنوي والبيضة يخصبوا بعض. وهو ده سبب عدم حدوث الحمل معاه. فالاندوميتريوسيس او البطانه المهاجره بتمنع حدوث الحمل عن طريقين، عن طريق الالتصاقات وانسداد قناه فالوب، وعن طريق الافرازات الكيميائيه اللي بتفرزها حتى لو الانبوبه سالكه. كده تقول لك انا عملت اشعه صبغه والانابيب سليمه. ده مش معناها ان هي ما عندهاش اندوميتريوسيس، ان ممكن يكون عندها بطانه مهاجره ولكن القناه سالكه. ولكن المواد الكيميائيه اللي بتفرزها هذه البطانه هي اللي بتمنع الحيوان المنوي والبيضه، بتمنع التخصيب. فبالتالي الاشعه الصبغه او اشعه الزيت بيسموها لا تؤكد
أو تنفي وجود البطانة المهاجرة. وعشان كده الفرق ما بنقول ما بين الإشاعات السابقة أو زيت والمنظار البطن التشخيصي. منظار البطن أفضل بكثير، عشان إشاعة السابقة بتبين إذا كانت الأنبوبة سالكة أو مسدودة فقط، ولكن المنظار البطن التشخيصي بيضيف ليها إذا كان في ارتساقات وإذا كان في بطانة مهاجرة أم لا. عشان تشخيص البطانة المهاجرة هيدخلنا في سكة تانية خالص في العلاج. طيب تمام، ده لو ما دخلنا في التشخيص بقى ازاي طرق التشخيص؟ لا نتكلم على الاعراض الاول، على الاعراض معلش نرجع كده. اعراض طيب ايه هي نشك ان في بطانه مهاجره؟ الام مبرحه اثناء الدوره، ولكن نقف عند النقطه ديت عشان في مشاهدين كتير بيسمعونا دلوقتي وبنات كتير هتنزعج ان 99% من السيدات بيجيلهم الام اثناء الدوره وخاصه البنات. وكلمه الم دوت فيري فاريبل، يعني مقياس الالم من مريض لمريض، يعني ممكن واحد حمول قوي يستحمل الم جامد قوي، ممكن واحده بنت دلوعه بسيطه مغص خفيف تقول لك انا عندي بطانه مهاجره لا. فعشان كده مش عايز ان انت عشان بطانه مهاجره نجري نقول كلنا يحصل لنا بانيك وانزعاج ونروح الدكاتره عندي بطانه لا. يعني هو ده من اعراضه، ولكن الالم المصاحب للبطانه المهاجره زي ما انت قلت في المقدمه معلومات قويه برافو عليكي مذاكره قبل الحلقه، ان بيزيد مع الدوره. ليه بيزيد؟ ما احنا قلنا انها بتنزف بره الرحم. فلما بتنزف اول يوم نزفت شويه، ثاني يوم نزفت اكتر، ثالث يوم في الطبيعي الدم ده بينزل بره من المهبل، ولكن في البطانه المهاجره بيدخل جوه. فاليوم بعد يوم الدم بيزيد جوه اكتر فالالم بيزيد. فيبقى الالام الدوره الطبيعيه بتتحسن يوم بعد يوم في الدوره، اما الالام المصاحبه للبطانه المهاجره بتزيد يوم بيوم بعد الدوره. مع الام مبرحه اثناء العلاقه الزوجيه. بعد الجواز بسبب الالتصاقات اللي بتحصل، بسبب الالتصاقات. برضه نفرق ما بين ان في حاجه لحديث الزواج تشنج مهبلي بيحصل بيعمل الام سطحيه مع العلاقه الزوجيه، ده ما يقلقناش. لكن الالم اللي مع العلاقه الزوجيه بتاع البطانه المهاجره بيكون عميق في البطن جامد جدا، ديب ديسبارونيا بسميها او الم عميق. دول بيشخ كل الحاجات دي تشككنا يا دكتور احمد، ما تقدرش تخليني احلف ان العيانه دي عندها بطانه مهاجره. طب ايه اللي اكتر؟ لو عملنا سونار الموجات فوق الصوتيه بنشوف الشوكليت سيست، اكياس اللي هو البطانه المهاجره بتاعه الرحم دي بنقدر نشوفها وبنجزمها بنسبه. احنا هنا دخلنا في تشخيص الطبيب بقى نفسه. تشخيص الطبيب، لكن يعني احنا اتكلمنا عنها الاعراض، على الاعراض بتاعتها اي واحده بقى تتحرك، يعني تتحرك فيها خاصه لو كل ده ومصاحبه لتاخر انجابي. طيب لو احنا تاني رحنا للدكتور وعملنا سونار هنلاقي كيس شوكليت سيست على المبايض، ودي انا هرجع لها عشان في نقطه مهمه جدا فيها هرجع لها بعد كده. يبقى احنا بنشخصها بالسونار، بس السونار ما بيشخصش غير لو هو في المبيض وعامل كيس شوكولاته او الدم الكيس دموي. وادق حاجه طبعا هو منظار البطن التشخيصي، بندخل بكاميرا ببنج كلي من سره البطن وبنشوفه، بنصور كله، بنشوف في بطانه مهاجره في الانابيب، في جدار الحوض، في الشرج، في الحاجات دي. وبعض احيان كتير بنقدر نعالج منها جزء كبير، بس ما بنقدرش نقضي عليها تماما. ان اللي احنا شايفينه بعينينا بري كويس سواء بالليزر او بالكي او بنستأصله، لكن في تحتيه كتير مش باين لسه، عشان كده بيظهر تاني. فساعات لما يقول لي واحده عملت منظار بطن والدكتور زميل عالجها وتقول لي رجعت لي تاني، يعني هو ما عملش العمليه كويس؟ قلت لها لا، هي بتظهر بقى، هي بتظهر تاني. هو عمل لك العمليه، هو شال اللي شافه، لكن اللي تحت واللي جاب المرض اول مره هيجيبه تاني. احنا ما عالجناش السبب، احنا عالجنا اللي ظهر. يعني حاجه بتطلع لك على وشك بتقضي عليها، لكن ما بنعالجش الموضوع الاساس بتاعها، الجذور بتاعتها من جذور. طيب ايه العلاج؟ كنا زمان نقول لك ان ده طالما بتيجي نتيجه الدوره نوقف الدوره. ده ايام ما كنا في كليه الطب من 25 28 سنه يقول لك وقف الدوره. فنوقف الدوره، كنا زمان في دواء راس لعين بطلوه خلاص ان بيعمل اثار جانبيه فظيعه بدون ذكر اسماء، وفي بعد كده جت فصيله الحقن اللي بتوقف الدوره لمده 6 شهور. طيب الحقن ديت لما هتوقف الدوره الالم هيروح، ما هو الالم بيجي مع الدوره. فهي بتفيدنا للالم. لكن هي ما عالجتش المرض. ان انت عملت لها ضمور مؤقت بالحقن، بعد ما هتبطلي الحقن الدوره هترجع، هيتكون تاني بطانه مهاجره، هنرجع تاني لزي ما كنا. فانت اتحسنتي فقط لمده 6 شهور بتاعت الحقن مسكن ومسكن. طب هل فادتنا في حدوث الحمل؟ لا لا طبعا. عشان كده الكليه الملكيه في انجلترا اللي هي من اعلى الجهات في العالم الطبيه اللي انا اتشرف بزمالتها، ان هم منزلين جايد لاين وتوصيات ان انت لو شخصت بطانه مهاجره كسبب تاخر حمل
توجه فورا للحقن المجهري واطفال الانابيب وليس العقاقير ايقاف الدوره. ليه؟ ان لقوا ان هي العقاقير دي بتحسن الالم لكن ما الست ما بتحصلش في الاخر. طبعا ده القاعده العامه، ما نقدرش نقول استثناء حصل كده، ما ممكن استثناء مريضه من غير اي حاجه، ممكن واحد يكون عايش 20 سنه عنده السرطان والقلب وعايش. بس ده مش القاعده، ده الاستثناء. فاحنا جسم الانسان يعني ما نجيش ان واحد يقول لك لا ما الكلام ده يا دكتور انت بتقوله مش صح، ان انا اعرف واحده كان عندها بتاعنا مهاجره لمراتي حمل الطبيعي بقى كده. في العلم بيقول لا، يعني انا غمضت عيني وعديت الشارع وما خبطتنيش عربيه ما اقدرش اعملها تاني، صح. الحظ مش هيحالفك مرتين، نسبه النجاح بتبقى ضعيفه. فهي دي النقطه. فطالما شخصنا بطانه مهاجره لازم ان احنا نعمل حقن مجهري، ان البطانه المهاجره يا اما سد الانابيب، ولو سد الانابيب والانبوبه متضخمه لازم نشيلها كمان بالمنظار الاول، ولو مش سد الانابيب هذه المواد الكيميائيه اللي بتعملها بتمنع حدوث الحمل. طيب في رساله مهمه انا عايز اديها يعني اسمعها للناس النهارده ويسمعوها، علشان دي انا دي كارثه طبيه بشوفها كل يوم في عيادتي. ارجوكم البنات الصغيره اللي ما متجوزوش اللي عندهم اكياس شوكليتس بطانه مهاجره ما تلمسوهاش، سيبوهم، مهم جدا، خدوا مسكنات، رسموا البنت دي لحد ما تتجوز. انا دكتور احمد يوميا يوميا بشوف في عيادتي بنتين ثلاثه حديثي زواج او ما اتجوزوش لسه نتيجه جراحات فتح بطن لاستئصال اكياس على المبيض نتيجه بطانه مهاجره، ادت الى ضمور كامل في المبيض وانقطاع الدوره وسن ياس مبكر لبنات عندهم 25 26 سنه. لا انتهى الموضوع، انتهى خلاص الموضوع، انت قضيت على خصوبتها. ليه؟ ان انت لما بتفتح كده الكيس ده بتدخل على المبيض كله التصاقات، بتبقى عمليه صعبه جدا، بتبقى كله التصاقات وملزق، فانت بتفتح بالمشط بتسلك بتعمل دمور في البلاد سبلاي، الدم اللي بيغذي المبيض، حتى لو ما شلتش المبيض كله نتيجه الجراحه والكي والجراحه اللي انت عملتها موتت الجزء اللي فاضل. يعني هو الدكتور مش بيشيل المبيض، ولكن هو نتيجة الجراحة العنيفة في مكان كله ملتصق وملزق وكده، وعشان يقفل دم ويكوي ويعمل الكلام ده بيؤدي إلى ضمور في المبيض. فطبعا في استثناءات، لو واحد عنده بقى كيس كبير قوي وآلام مبرحة ومضطرين كبنت إن احنا نعملها، احنا ممكن نشفطها كحل مؤقت، والشفط مش علاج لكن بيريليف ذا بين، بيحسن الالم، ونشوطه الابره هيتكون تاني في شهرين ثلاثه. نوقف البريود بالعقاقير ان احنا مش هتريح الوجع الكبير والكيس الكبير ده مش هيعمل له حاجه لو كيس كبير. فالقاعده العامه لو كيس لحد 6 7 سنتي، هو الكتاب بيقول 5 لكن لو قلنا حتى 6 7 8 سنتي سيبوه زي ما هو، والبنت ماشيه، هو احنا بنخاف في الاكياس المبيض يحصل لها التواء تورشن، لكن البطانه المهاجره الاكياس دي عشان فيها التصاقات فالمبيض بيبقى متجبس صعب مش هيلف، فما فيش مشكله انه يلف حوالين نفسه ويحصل مخاطر منه. اقصى حاجه هي الالم، والكيس ده مش هينفجر، البطانه المهاجره ما بينفجرش، يبقى عندنا لا ينفجر ولا يحصل له تورشن التواء. فارجوكم ارجوكم البنات اللي ما خلفوش هاندز اوف الجراحين، لزمايل الجراحين الجراحه العامه كمان، ان في ساعات يكون بيعمل زايده البنت ولقى الزايده سليمه فلقى كيس بطانه مهاجره فيروح داخل شايله طير لي المبيض، طير لي المبيض، فاهم قصدي؟ حتى لو في ساعات يقول لك ايه كيس زايده حتى لو مش سليمه مبيض برضو، لو لقيت كيس على المبيض لبنت ما خلفتش وصغير ما تلمسوش سيبه، ارجوك سيبه، ان الضرر شيله اكثر بكثير بكثير. دي رساله بقولها لكل الناس ان دي ودي مالهاش حل. لو حصل لك كده ضمور في المبيضين نتيجه الجراحه مش هتخلف طول عمرها، هيجي لها هشاشه عظام وهي صغيره، هيجي لها شيخوخه مبكره، انت قضيت على خصوبتها وامومتها ومستوى معيشتها الكواليتي اوف لايف بهشاشه وكده، كانك جبت لها سن الياس من وهي عندها طفل صغير. فحكايه بقى ان تجي لك بنت صغيره مش متجوزه ويعمل لها سونار يقول لك كيس على المبيض اطلع فورا على المستشفى دلوقتي يا اما انفجر، الكلام ده كلام فاضي، انتهى الكلام ده. مهم جدا ده دكتور شيف. فارجوكم ارجوكم خدوا راي دكتور واحد واثنين وثلاثه لما يقول لك لبنت مش مخلفه انها تعمل لها عمل قبل كده حديث ان تفتح وتشيل كيس على المبيض، ان ده ضرروا اكثر بكثير خاصه في البطانه المهاجره. وبطمنهم ان الكياس بتاعت البطانه المهاجره لا تنفجر ولا يحصل لها التواء، فالضرر هو الم فقط ولكن ليس مشاكل تانية مخاطر تحصل. حكايه بقى انه ينفجر ويفرقع وتموتي الكلام ده كلام فارغ. يعني احنا دلوقتي لو حصل تاخر انجاب نتيجه البطانه المهاجره الحل هو الحقن المجهري، ما نقعدش ناخد وقت. ده مش رايي يعني، ده انا بقول للناس تمانية يا جماعه في نقطه
الدنيا بقت صغيره يا دكتور احمد وبقت سهل قوي ان المريض يخش على الانترنت يعرف الكلام ده. بس لما حد يخش على الانترنت ما يخشش بقى منتدى فتكات ومنتدى ندوات وكده وحاجات كده، يدخل على اي جهه طبيه، الكليه الملكيه الامراض كده، الجمعيه الاوروبيه منشوره بعد دي موجوده. ودلوقتي انت عندك في جوجل يقولوا ترانسليت، حتى لو ما بيعرفش انجليزي يقدر يترجمها له. الطب دلوقتي لما احنا اتعلمنا في انجلترا والكلام ده ما بقاش في حاجه اسمها دكتور يقف يقول انا من رايي. من انت؟ من انت يقولوا له كده حتى لو اكبر واحد؟ ما فيش واحد. هم بياخدوا اراء الالاف وبيجمعوها وبيطلعوا توصيات بناء على دراسات اتعملت على الاف ومئات الالوف واشتركوا فيها دكاتره كتير. لكن يطلع راي واحد شخصي حتى لو عبقري في الطب يقول لك انا لا يجرؤ طبيب، وانا اشتغلت في انجلترا فتره طويله او في الجمعيه في المؤتمرات في امريكا او كده، يقول لك لا يجرؤ طبيب، يقول لك انا من رايي ولا انا من خبرتي. اول سؤال هيطلع له واحد يقول له من انت؟ او انت اشتغلت في ايه بالظبط؟ نعم لا اشتغل. وفي ناس عندهم خبره، بس ما تنفعش ان انت هو الموضوع على رأي شخصي، خبرتك الشخصيه على الجميع، على العالم كله، على الجميع. ضد الدراسات. ضد الدراسات بالظبط. طيب دكتور، لو في مثلا واحده وجالها كل الاعراض اللي حضرتك بتقول عليها وشك ان في بطانه رحم مهاجره، ولكن برضو يعني ما راحتش او كسلت او وما لجأتش للحقن المجهري، الحاله هتسوء اكتر؟ يعني الكشف المبكر بيساعد في التخصيب او الانجاب بالظبط. بس زي ما قلت لك، لو هي مخلفه نتعامل بقى براحتنا، نفتح ونشيل والكلام ده، انا مطمن ان هي مخلفه، هي مخلفه اكتر من واحد، فهبقى مطمنين اكتر. لكن لو مش مخلفه ومتاخر الحمل هنعمل حقن مجهري. طيب في سؤال بقى وجيه جدا، لو جات لي واحده حديث الزواج متجوزه بقى لها شهرين ثلاثه وعندها بطانه مهاجره، هعملها حقن مجهري وصغيره؟ لا، هديها فرصه تحمل طبيعي الاول. طب والالام بتاعت الدوره؟ هديها مسكنات. هديها مسكنات. فبرضه يعني لو واحده اتشخصت ببطانه مهاجره، او حتى لو واحده مشخصه ببطانه مهاجره قبل ما تتجوز، هقول لها اتجوزي وتعالي لي بعد شهر العسل اعمل لك حقن مجهري؟ لا، هسيبها اديها فرصه انها ممكن تحمل طبيعي، زي ما قلنا الاستثناء. هنديها فرصه الاستثناء خاصه لو صغيره في السن، فانا مش مزنوق في الوقت. فلو اتاخرنا شويه مش هقول لها يا بنتي خدي مسكنات وسيبي نفسك 6 شهور 8 شهور سنه ما حملتيش خالص. ما حملتي الحمد لله، الحمل في حد ذاته عشان بيوقف الدوره بيحسن الفتره دي البطانه المهاجره. زي ما اتفقنا توقيف الدوره بيحسن، عشان كده في عيانين كتير من عندهم بطانه مهاجره بيحتاجوا حقن مجهري في اول بحمل، لكن الحمل الثاني عشان هي الدوره بتقف 9 شهور زائد فتره الرضاعه بتحسنه شويه، فممكن تقف مره وتحمل طبيعي. سؤال مهم جدا، واحده من حديث الزواج عندها بطانه مهاجره وعملت حقن مجهري وخلفت، خلاص طب مشاكل البطانه المهاجره دي هل هتنيها مصاحبه معاها لسنه الحمل؟ هتتحسن يا دكتور احمد فتره طويله، ان الحمل بحد ذاته عشان تقف فيه التسع شهور زائد معظم الستات في مصر بترضع والدوره بتقف برضه، ففتره انقطاع الدوره بتبقى فتره طويله، فبتعمل ضمور مؤقت في البطانه المهاجره فبتريحها فتره طويله، لكن بالوقت هترجع تاني. غالبا بقى بيلحقوا يحملوا في الفتره ديت مره تانية عشان على طول يعني كتير. لا طبيعي يعني بيحصل لهم ساعات بتعدي كده تلاقي حصل حمل التاني جه معاها على طول، التاني جه معاها على طول بعد سنه من الاولاني وهي لسه تحت تاثير الدمور اللي حصل نتيجه انقطاع الدوره 9 شهور. يعني دكتور ممكن يكون معاها فرصه سنه ولا اكتر من سنه ولا اقل من لا سنه؟ لا، لو واحده انا لو جات لي واحده صغيره في السن ولسه متجوزه وعندها بطانه مهاجره، برضو زي ما اقول مش انا التوصيات ان احنا نديها فرصه انها تحمل طبيعي. نسيبها تحمل، بعد سنه نتدخل، اديها مسكنات تريح الالم. مع بقى لو جات لي واحده فوق ال 35 او فوق ال 40 اقول لها لا السن لا يسمح، عليلي بسرعه بقى حقن مجهري امبارح مش بكره. فاهم قصدي؟ عشان سنها. عشان كده برضو زي ما قلنا بنفصل العلاج على حسب المريض. فانت لازم تقيم، يكون عندك برضو ما تعملش حاجه كبيره قوي مالهاش لازمه، ما تموتش دبانه بمدفع رشاش. فاهم قصدي؟ ادي الفرصه تمالي، طول ما الست صغيره اديها فرصه حدوث الحمل الطبيعي. لكن لو كبيره ما تضيعش الوقت عشان الوقت مش في مصلحتنا. طب هي لو حملت يعني عندها طفل وعندها بطانه مهاجره حرمتها من الطفل الثاني، تقدر تعمل برضه؟ ما فيش مشكله تعمل حقن مجهري، ما فيش اي مشاكل على دي على طول. بس برضه هنديها فرصه انها تحمل طبيعي. لو اتاخرت ساعتها يبقى ساعتها هنعمل حقن مجهري. نعمل حقن مجهري ساعتها. هتقولي طب ما انا حملت اول مره طبيعي، اقول لك مش شرط. هي قلنا الاكسبشن او القاعده الاستثناء لا يعمم. يعني عشان كده يعني انت عمرك ما تقدر تقول لمريضه مستحيل انك تحملي، يو نيفر نو، يعني بتحصل حاجات استثناء تملي في الطب في كل حاجه. تمام.
يعني دكتور حضرتك وضحت النهاردة موضوع مهم جدا، مش للستات بس اللي متجوزين أو حتى في أول الجواز، لا كمان ده البنات اللي لسه ما جوزوش خالص. دي أهم نصيحة بصراحة النهاردة. واتكلمنا مع حضراتكم مع دكتور شريف عن بطانة الرحم المهاجرة، عرفنا أعراضها، عرفنا طرق التشخيص وطرق العلاج، وبنتمنى طبعا الشفاء للجميع. كان منورنا النهاردة القيمة العلمية الكبيرة دكتور شريف باشا سيف، استشاري أمراض النساء والتوليد وأطفال أنابيب بإنجلترا، زمالة الكلية الملكية لأمراض النساء والتوليد بإنجلترا، ورئيس مجلس إدارة مراكز سان رايز للخصوبة وأطفال الأنابيب، وعضو الجمعية الأوروبية للتناسل وعلم الأجنة، وأيضا عضو الجمعية البريطانية للخصوبة. نورتنا دكتور. نورتنا يا فندم. شكرا. مشاهدينا بكده بتكون انتهت فقرتنا، انتظرونا فقرات مميزة من برنامجكم طبيب الحياة. إلى أن نلقاكم دمتم في رعاية الله.